بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع كرامة جديدة من كرامات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروج زيارته والحج إلى بيت الله الحرام، فلم يصبه الدور ولم يأتي اسمه في قرعة الحج بمصر، فنام حزينا، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بالأوصاف الذي سوف يحكيها لنا، ووضع يده الشريفة على كتفه وبشره أنه سوف يحج إن شاء الله تعالى. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. محمد عبد الله سالم سعد. محمد عبد الله سالم سعد من محافظة دمياط. مركز كفر سعد محافظة دمياط. مركز كفر سعد محافظة دمياط. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهبت إلى القرعة ولم يصبك الدور، قالوا لك إيه هم الأول؟ هم قالوا لي أنت يا ابني صغير في السن، أنت صغير في السن وسيب الدور ده لناس كبيرة. نعم. فقلت لهم أنا يعني صغير في السن يعني ماليش إن أنا أحب. قال لا، لسه الأيام قدام منك طويلة. فأنا التكنت على سور المحافظة وقعدت أعيط. أعيط عيط جامد. نعم. بكيت بكاء شديد. شديد شديد قوي. فلقيتني واحد طقطع علي وقال لي يا ابني إيه؟ اتوكل على الله، هتقعد هنا طول النهار تعمل إيه؟ فقمت جاي. فلما جيت صليت العشاء جماعة مع أخواننا الأفاضل، وبعدين ربنا رضاني بالنبي صلى الله عليه وسلم قومني، وهو لقيته قاعد في المسجد وأنا جيت قاعد. يعني أنت كنت نايم وهو خد بيدك ولا حركك؟ لا، أو خد بيدي وجابني إلى المسجد، وجيت لقيته ساجد وقام حاطط إيده على كتفي على ظهري وقال لي ما تزعلش. قال لك لا تحزن. لا يعني. تحزن. نعم. صلاة النبي جميل كشعاع الشمس، اللهم صل على النبي كالبدر المنور، اللهم صل على النبي. شكله لحيته حلوة، اسنانه فلجة، جميل الصورة، جميل المنظر، عمة بهدبة، صلاة النبي. بس هو لا شفته لا قصير ولا طويل إلا وكان ساجد. 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 ولما بشرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما زعلش يا محمد. قال لي ما تزعلش يا محمد انت. إن شاء الله هتحس. قال لك ان شاء الله هتحس. وان شاء الله اقوم داخل من الباب الخلفي، واول زياره خشيت عليه دخلت بسال الراجل اللي انا بصلي في طول منه، بقول له الروضه فين؟ قال لي امال انت بتصلي فين؟ يعني خشيت الروضه بدون ما انا اعلم. بصلي في الروضه بدون ما انا اعلم. الله. خشيت من الباب الخلفي. شوف ازاي انا لقيت من هنا معقول وقت داخل من الباب الخلفي. فبسال واحد مع عمري ما شفته، يا استاذنا قال نعم. قلت له انا امال الروضه فين؟ قال امال انت بتصلي فين؟ بصلي على طول في الروضه. اول ركعه صليها في السعوديه صليت في الروضه. الله سبحان الله. يعني انت اعتمرت في نفس السنه، في نفس السنه، وحجيت وحجيت سنة. السنه اللي بعدها، اللي بعد منها. انت عارف انا بركز على دي ليه؟ نعم. لان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك هتحج ان شاء الله يا محمد. ان شاء محمد. الله. ايوه حصل. لفظ ان شاء الله لو ما كانش قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لك انت هتحج كنت هتحج في نفس السنه، ولكن ان شاء الله دي معناها ايه؟ ان الحاجه هتتاجل شويه. ما هو اتاجلت بقى بناء لان واحد ما عرفت زي حالك لقيته عامل لي الجواز وقال لي يلا خلينا نطلع عمره 33 يوم وما كانش بفلوس. الحمد لله. وانت الوقت مداوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 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 نعم. وحصل لك فتح كبير في حياتك الحمد بعد لله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده عليك. ربنا وضعني ان جوز لي الخمس بنات وجوز لي الولدين. نعم. وصلاة النبي في خير الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا الله علي. الحمد لله. علي.
الحمد لله ربنا يبارك فيك. رضى الله علي ونحن شرفنا بك. الحمد لله مستجاب الدعوة. الحمد لله. اجعلنا بقى اللهم يا رب ارضي المسلمين. يا رب يا رب ارضينا وارض المسلمين يا رب. واجعل كل واحدة متأخرة في زواجها وكل واحد مديون وكل واحد مكروب. لو حلت من الجلابية هقلعها واديها للي محتاج. ربنا يبارك فيك ويجعلك من الناصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبابي احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا اليوم مع الحاج محمد من مركز كفر سعد محافظة دمياط، ونحن نسجل في مسجد الآن اللي هنصلي فيه العصر إن شاء الله بعد قليل. ودايما الناس اللي هي بتقول لك الواحد يعمل ايه علشان يزور النبي في المنام، ما تعملش حاجة، انت تكون قلبك سليم، الا من اتى الله بقلب سليم بس، وربنا ان شاء الله هيرزقك ان شاء الله. ان لم يرزقك بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا او رؤيته في الدنيا، سوف تكون مجاور له ان شاء الله في الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثركم علي صلاة، أقربكم مني موطنا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة، أقربكم مني منزلة في الجنة. فأنت عندك فيه قربين، قرب للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر على الصراط وعند الميزان وعند الحوض سوف تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجنة عندما تدخل إن شاء الله تكون مرافق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ده للمكسرين حتى لو ما شافوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.